رب العالمين احسن كل شيء. احنا لجنه زكاه الخليل المركزيه، فحبينا انه نزوركم. احنا بيهمناش انه لجنه زكاه الخليل ولا لجنه الشمال، احنا لو ما اجتش الشمال، لكن احنا بهمنا، احنا كنا مواطنين كلهم فلسطينيين، وين ما بنعيش احنا مستعدين نقدم العون والمساعده لاي واحد بيستحق المساعدة. فإحنا جبنا لكم يعني شغلات معنا متواضعة، بارك الله فيك، وإن شاء الله ربنا يفرجها عليكم. إحنا برضو إحنا بنقدم المساعدة شو بنقدر، إحنا مستعدين إن نقدم لكم المساعدة. بارك الله فيك. هذا مبلغ 1000 شيكل من المحسن فضل عبدين، وربنا يجزيه خير. دول حجه من خاطر فتح اثنين مصر الخليج. الله يهن عليك ورحمه الله.